بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. أود أن أوجه لكم في هذا الفيديو رسالة صادقة من القلب حول قناة التعليمية في الرياضيات والعلوم الفيزيائية. أعلم أنه قد يكون هناك بعض الطلبة المتابعين الذين لا يشعرون القيمة التعليمية بالاهتمام بفيديوهاتي، وأرغب في التعبير عن فهمي لهذا الأمر. قد تكون مواضيع ليست محور اهتمام الجميع، وهذا أمر طبيعي تماما، لكنني أود أن أذكركم بأن الهدف من قناتي هو مشاركة المعرفة والمساعدة في فهم مواضيع الرياضيات والعلوم الفيزيائية بطريقة بسيطة وشيقة مبنية على الأساسيات. إنني أحاول قدر الإمكان تقديم محتوى قيم يمكن أن يساعد الطلاب والمهتمين في تحسين أدائهم واكتساب المعرفة. بإذن الله سأواصل العمل بجد لتقديم محتوى مميز ومفيد في مجال التعليم الثانوي والعالي. أتمنى أن تجدوا فيديوهاتي قيمة ومفيدة، وأن تستفيدوا منها في مسيرتكم التعليمية والمعرفة. أود أن أؤكد لكم جميعا أن فيديوهاتي لا تحمل عناوين خادعة أو مزيفة لجلب المشاهدات. أهدف دائما إلى النزاهة والشفافية في محتواي ومعلوماتي. عناوين الفيديوهات هي نفسها عناوين دروس حسب تسلسلها في البرنامج الدراسي. أدرك أهمية النصح والإرشاد في مواضيع الرياضيات والعلوم الفيزيائية، ولكنني أؤمن أيضا بأنه من الضروري أن تكون العناوين صادقة وموضوعية لتلبية احتياجات وتوقعات الطلبة المتابعين بدقة. أعمل جاهدا على تقديم محتوى ذو قيمة فعلية ومفيدة، وأسعى لتقديم الفهم الشامل والصحيح للمواضيع التي أقدمها. إنني أعزائي أثق في أن محتواي أو محتوى قناتي سيحمل القيمة المضافة التي تبحثون عنها، وستساهم لتعزيز معرفتكم ومهاراتكم. إذا كانت لديكم أعزائي اقتراحات لمواضيع تودون مشاهدتها على القناة، فلا تترددوا في مشاركتها معي. سأكون سعيدا بمعرفة اهتماماتكم والعمل على تلبية طلباتكم في القدر المستطاع. أقدر دعمكم المستمر وثقتكم بي، وأتطلع دائما لتلقي اقتراحاتكم وملاحظاتكم التي تساعدني على التحسين المستمر. شكرا لكم على متابعتكم، أملا أن تستمتعوا بمشاهدة فيديوهاتي وتجدوها مفيدة وملهمة. الأستاذ محمد حاج الجناني.